بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي كل من يستمع إلى هذا الاستعراض. نقدر نقول استعراض مبسط وسهل وسلس جدا، يعني بحاول أني أبسط لكم في هالاستعراض وسهل لكم لعبة رائعة، اللعبة ذات طابع غريب شوية، ممكن ما شاهدناه في ألعاب أخرى. اللعبة هي لعبة اللقاء أو ريونيون أو اللقاء. نقول بسم الله وندخل على اللعبة، والآن أقول لكم وش اللي موجود في اللعبة وإيش فكرتها بالضبط. طيب طبعا أول ما هندخل على اللعبة يقول لك زر الشاشة الرئيسية على اليمين، يعني زر الهوم تخليه على اليمين، أوكي. وبعدين طبعا بعد كذا تطفي صوت الفويس أوفر لأنه هنا ما هنحتاجه أبدا. طيب الآن لما ندخل على اللعبة هذه إيش اللي موجود فيها؟ هذه لعبة صوتية طبعا ويستطيع أن يلعبها الكفيف. حسهلها لكم أنا بشكل مبسط جدا بحيث أنكم تستطيعين أنكم تلعبونها بكل سلاسة وسهولة إن شاء الله. طيب اللعبة ذات طابع غريب، لما قلت لكم ذات طابع غريب ليش؟ لأن اللعبة تتحدث عن فئة هي فئة المعاقين عقليا. طيب اللعبة تتحدث عن فئة المعاقين عقليا، يعني لعبة ذات طابع إنساني واجتماعي ما وجدناه ممكن في أي ألعاب أخرى قبل كذا. اللعبة تتحدث عن هالفئة هذه وعن مدى اهتمامنا في هالفئة، لازم نهتم فيها ولازم نأخذ حذرنا عليهم ومنهم في نفس الوقت. يعني لازم نحاول أن ندافع عنهم ونخاف عليهم، أوكي، لأنه ممكن أي خطوة يقومون فيها يضرون نفسهم بالأول، يعرضون حياتهم هم للخطر، وممكن يعرضون حياتنا حتى إحنا للخطر. طيب إيش فكرة اللعبة باختصار؟ فكرة اللعبة أنت تلعب بشخصية أبو وليد، تلعب بشخصية أبو وليد، عندك طفل اسمه وليد. وليد هذا بلاش نقول متخلف عقليا، لا معاق عقليا، أنا آسف على التعبير، معاق عقليا، أوكي، ويهرب من المنزل اللي أنت تكون موجود فيه. طبعا أنت تكون في منزل في قرية، المنزل هذا طبعا مجاور لغابة، أوكي، فيها عدة من الحيوانات المفترسة، كثير من الحيوانات المفترسة، من ضمنها ثعابين، دببة، أسود. فدائما انتبه لنفسك من يعني الحق وراء طفلك هذا وليد، دائما حاول انك تلحق وراء وفي نفس الوقت تنتبه لنفسك من هاي الحيوانات المفترسة، لانك لما تموت حترجع تعيد اللعبة من اول وجديد. اوكي، فكرة اللعبة وعرفناها وعرفنا ان ذات طابع انساني واجتماعي، ولكن برضو في النهاية هي تعتبر لعبة، فحبيت اني اشرحها واستعرضها لكم. وبما ان اللعبة صوتية برضو، لانه حتى المفصل لما هيلعبها بدون صور، يعني الشاشة سوداء وما في صور، طبعا الدنيا ظلام، يعني ما حيعتمد على الصور الا في حالة واحدة فقط، لما يجي الحيوان المفترس يهجم عليه، بس حيشوفه هذاك الوقت، حيدري انه اوه هذا دب او اوه هذا ثعبان او وكذا. لكن طول الوقت هو يلعب كأنه كفيف بالضبط، حتى المفصل بيلعب مثل الكفيف. طيب اذا عرفنا فكرة اللعبة وقلت لكم اول ما حتبدأ اللعبة الان، طيب حنقفل صوت الفويس اوفر، وبعدين عندنا كلمتين كبيرة في منتصف الشاشة، واحدة يمين وواحدة يسار، واحدة في منتصف الشاشة يمين وواحدة في منتصف الشاشة اليسار، مضبوط؟ ايش هي الكلمتين هذه اول ما دخلنا اللعبة؟ اللي هي عربي وانجليش، لكن هذه ما راح تفيدنا كمكفوفين، هذه تفيد المبصرين في ارشادات عن التخلف العقلي او الاعاقة العقلية في بعد تختيمة اللعبة، تعطيهم إرشادات أيضا ويعني كلام مبسط عن هالإعاقة هذه وإيش وضعها. فإحنا ما يهمنا، إحنا بنضغط في أي مكان في الشاشة خلاص ما تفرق يا عربي أو إنجليش، أوكي. أنا طبعا أضغط على عربي، ضغطت على عربي، هي اللي على اليمين، الجزء اللي على اليمين هو عربي. طيب الآن بدأت اللعبة تعتبر. طيب الآن عندنا تحت على اليسار حاجة وتحت على اليمين حاجة، احنا طبعا الجوال أفقي الآن وزر الهوم على اليمين، اللي تحت على اليمين هذا حاجة اللي هي الموسيقى، ها في الزاوية اليمنى تحت، نضغط عليها بس لمسة واحدة خلاص وقفنا صوت الموسيقى، اللي يبغى يكمل بصوت الموسيقى يكمل.
واللي يبغى يكمل بدون صوت الموسيقى، وهذا الأفضل عشان يصير التركيز في اللعبة أوضح، يضغط لمسة واحدة بس تحت يمين. أوكي؟ طيب تحت يسار، إيش اللي موجود تحت يسار؟ تحت يسار يعني مكان التقويم والرسائل، مكان التطبيقات اللي في الشاشة الرئيسية في الآيفون اللي هي التقويم والرسائل، يعني تحت على اليسار جاية فوق بعض الكلمتين. الكلمة الأولى اللي هي مكان التقويم إيش هي؟ اللي هي العب، ومكان الرسائل عن اللعبة، معلومات عن مطور اللعبة، طبعا اسمه أحمد الحداد ومعه اثنين شركاء أيضا عرب ومن هالكلام هذا، ومعلومات عن اللعبة نفسها. وفي مكان التقويم العب، يعني ممكن حتى نضغط من فوق يسارها، من فوق يسار نلمس 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 إلين نضغط على العب، إلين نضغط على العب. الآن هذا الطفل فتح الباب وشرد، بدأت اللعبة الآن. طيب الآن شرد الطفل وراح ودخل في وسط الغابة. طيب الآن إيش اللي موجود عندنا إحنا وإيش اللي نقدر نتحكم فيه في اللعبة هذه؟ عندنا تحت على اليمين أوكي النداء، لما ألمس تحت يمين، ها تحت يمين اللي هو مكان ما وقفنا الموسيقى، ها وليد وليد، ها الصوت الآن جايني من السماعة اليمين. طيب عندنا تحت على اليسار مكان الرسائل، تطبيق الرسائل في الآيفون، عندنا أسهم، عندنا أسهم يمين ويسار وفوق وتحت، عندنا أسهم يمين ويسار وفوق وتحت، بمجرد اللمس على طول تلمس حتمشي مباشرة ويطلع الصوت واضح في السماعات. لو كانت سماعتك كويسة حتسمع الصوت واضح جدا أنت وين قاعد تجري. حتى أنا الآن بدأت أجري، ها اسمع الصوت، صوت نبضات قلب، نسمع الصوت، وهذا ايش صوت؟ هذا صوت ثعبان، ها كفشني الثعبان وقتلني. سمعنا الصوت هذا طن، انا طبعا توجهت له مباشره للثعبان عشان تسمعون كيف الصوت. طيب اذا دائما عندنا نقدر نتبع يعني نمشي خطوات ونلمس على اليمين تحت، يعني على اليسار تحت، هذا مكان الأسهم فوق وتحت يمين ويسار، صغيرة جاية جدا الأسهم أوكي، جاية مكان تطبيق الرسائل تقريبا. وعندنا على اليمين تحت، احنا نتكلم على الجوال الأفقي وزر الهوم على اليمين، مكان النداء، ها يا وليد. طيب ها نسمع صوت خطوات وليد الآن جاية من السماعة اليمنى وصوت نبضات قلبه أيضا. طيب هذا الثعبان، لحظة بلاش أتقدم زيادة، الآن ألمس، أين أنت؟ ها تسمعون صوت نفس وليد؟ أجبني يا وليد. ها ألمس يمين يقول لي أجبني يا وليد. أنا هنا يا وليد. طيب ها ها تعدينا الثعبان الحمد لله، أبعد عني. طيب صوت نبضات قلبه قريبة جدا، وليد وينك؟ تعال، فين رحت يا وليد؟ أنا أبوك. أرجع المس برضو تحت يمين، قال أنا أبوك، أرجع المس مرة ثانية، ها تحت يمين برضو، لن أؤذيك، لن أؤذيك، ما يهمني الكلام هذا كله، يعني يهمني بس لما يتكلم وليد بس فينه وليد. طيب وأسمع صوت وليد، فين راح؟ هذا صوت أسد ولا إيش هذا؟ ولا دب يا وليد؟ طيب الآن صوت وليد وين راح؟ أظنه يمين. أين أنت؟ خليني أنزل على تحت. يا وليد. يا وليد. يا وليد هجولت فيني يا وليد، فين رحت؟ أنا هنا يا وليد. صوت نبضات قلبك فين يا وليدي؟ وهنا يمين فوق. أنا أبوك. فين رحت يا وليد؟ ارجع تحت. لا هذا الثعبان، ابعد عني، لن أؤذيك. ايه فين راح وليد؟ وليد لا ابعد عني، ايش تبغى انت؟ ايش الاسد ده ولا دب ده ولا ايش يا وليد؟ طبعا حيوانات مفترسة، ونسمع صوت رعد، و احنا طبعا نمشي في غابة الان، ظلام جدا، يعني حتى المفصل
حيلعب كأنه كفيف. أين أنت؟ أجبني يا وليد. ما أدري فين راح وليد الحين، برضو أكمل أمشي يمين أو يفوق أو يسار. أنا هنا يا وليد. إلين أسمع نبضات قلبه أو أسمع هو خطواته يجري. أنا أبوك. يا وليد فين رحت يا وليد؟ لأنه أذيك. أرجع أمشي على تحت. وليد. أيوة. يا وليد. أين أنت؟ أجبني يا وليد. أنا هنا يا وليد. أنا أبوك. وليد اختفى تماما. وهكذا اللعبة. لحظة خلينا ألمسه. لأنه وذيك. كل ما بغيت أعرف وين وليد. اسمع صوته تحت يمين هناك. وليد. لأنه وذيك. لا تجري. وليد يا حبك للحيوانات المفترسة يا وليد. أين أنت؟ لا ما ينبسط وليد لين يخليني أموت. المهم اللعبة باختصار مثل ما قلت لكم، عندكم على اليمين وعلى اليسار. اليمين تلمسون كل شوي زي كذا، يا وليد يا وليد وهكذا، وأنا أبوك أنا مدري إيش لأنه ذيك وهكذا من هذه الكلمات. طبعا أهم ما يهمك في الأمر صوت نبضات القلب أو صوت خطوات وليد أو صوت النفس اللي بياخذ وليد، ودائما تتبع وليد هذا، اتبعوا 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 بدون انك ما تطيح في الحيوانات المفترسة. اوكي هو بيدبر نفسه، انت بس اتبعه الين يرجع ويدخل للبيت مرة اخرى. وطبعا اول ما حيدخل البيت حيمسك المسدس ويبدأ يضرب فيه وتنتهي اللعبة مباشرة. انا ابوك. حبيت استعرض لكم اللعبة، استعرض لكم الشيء اللي موجود فيها. طبعا بالسماعات يكون الصوت واضح جدا. استمتعوا في اللعبة، حاولوا تستمتعون فيها وتلعبون فيها. ان شاء الله ان تعجبكم. وبالسماعات اتوقع ان اللعبة حتكون لذيذة جدا. بس مثل ما قلت لكم عندكم تحت يمين قبل لا تبدأ اللعبة الموسيقى، تقدرون توقفونها او تشغلونها. وبعدين حيصير إيش مكان الموسيقى تحت يمين، حيصير مكان النداء كل شوية عشان أعرف فين مكان وليد. وعندنا تحت على اليسار العب وعن البرنامج، وفي نفس الوقت بعد ما تبدأ اللعبة تحت على اليسار إيش حيكون؟ يكون الأسهم يمين ويسار فوق وتحت، اللي هي مكان الرسائل، مكان تطبيق الرسائل، لأن الجوال حيكون أفقي وزر الهوم على اليمين، فمكان تطبيق الرسائل حيكون الأسهم، وحيكون بداية اللعب لما تضغط على ألعب. وعلى اليمين حيكون الموسيقى و النداء اللي هو مكان الهاتف. أرجو أني قدرت أوصل لكم فكرة اللعبة وسهلها عليكم قادر المستطاع. أتمنى تحوز اللعبة على رضاكم على أعجابكم. لعبة جدا رائعة صوتية ويستطيع أن يلعبها الكفيف، يعني لا تقولوا لي ما تقدرون تلعبونها، أنا بس قاعد أشرح فما قدرت الآن أركز مظبوط ولا أنا ختمتها. ولما ختمتها حتى جاني تقرير عن الأمراض العقلية ودخلني على الآيتونز وهكذا.
ولكن ما أبغى أخرب عليكم. أنا أقول لكم اللي موجود حيوانات مفترسة وهذا وكله، وكل اللي تقدر تسويه إنك تطارد وراء وليد هذا لأنك خايف عليه. تطارد وراء تطارد وراء إلين، أهم شيء إنك تدافع عن نفسك برضو، يعني لا تطيح أنت في الحيوانات المفترسة إلين يرجع يفتح الباب ويدخل البيت مرة أخرى. إذا فد رجع فتح الباب تعتبر كذا انتهت اللعبة. اللي حتشوفه بعد كذا يعتبر مشهد تمثيلي، خلاص ما له علاقة في اللعبة. شاكر ومقدر جهود الجميع. كان معكم في هذا الاستعراض أخوكم ماجد السبيعي، ونلتقي في شروحات أخرى للعب أخرى بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.